بارتكاز بجوار الغامدي و 20 هدف لنادي الترجي. هو قادم من نادي الترجي، لعب العام الماضي مع نادي العين الإماراتي في الدورة الآسيوية ربع النهائي في قيمة في مدينة العين. محاولة أقصى اليمين، محاولة جميلة ملعوبة، تتحيي الكرة، تراوري تراوري عملها، تراوري تراوري العادي صام مباريتين وأفطر اليوم، أفطر اليوم على أول أهداف المباراة. تراوري تراوري صاحب 24 سنة وفرحة للجماهير الهلالية، الهجوم الهلالي صام مباريتين وتراوري يسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة 20 تشهد أول أهداف المباراة من أقدام تراوري. أنا ذكرت أن الفريق الهلالي بالفعل كان هو الأفضل، وبالتالي هجمات الفريق الهلالي كانت لأقصى اليمين، وكانت خطورة هجمات الفريق الهلالي. شوف لأقصى اليمين، محاولة كانت جميلة، شوف يدوق 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 لناحية اليمين الظهير الهلالي، شوف من لسعة لسعها لسعها بالفعل من لمسة واحدة. وهذه هي كرة القدم واستغلال الفرص والحس التهديفي. وصاحب 100 هدف في رصيده كاريوكا، لم نشاهد ابدا كاريوكا، وخطا خطير، وكاريوكا ينتظر مثل هذه الاخطاء. وهنا ضربة حرة غير مباشرة، شوف اللي هو البيشي، كان تدخل من الشريدة، موجود كاريوكا، وهنا حائط صد، وضربة حرة غير مباشرة، ملعوبة من كاريوكا، خطيرة، جول! عملها عملها عملها، وهدف التعادل من كاريوكا. أنا قلت كاريوكا خطيرة بالفعل، كاريوكا 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 قال أنا موجود أنا موجود. كاريوكا غائب تماما 44 دقيقة من أحداث هذا الشوط، وصحف فيها الدقيقة 45 وسجل هدف التعادل للنصر من ضربة حرة غير مباشرة. كاريوكا أنا ذكرت أن كاريوكا لاعب خطير ومشابه لكرات ديفيد بيكام بالفعل، هذا هو كاريوكا، سجل هدف التعادل في وقت عصيب جدا من أحداث الشوط الأول. في شوف كرة جميلة جدا على يسار حارس المرمى الدعية، شوف كاريوكا، يا سلام يا كاريوكا، كاريوكا يسجل هدف التعادل النصراوي، هدف التعادل النصراوي.